إنجازات مسطرة تروي في سطورها أمجاد لأبطال شاء القدر لهم أن تكتب هذه القصص بحروف من ذهب. بطل قصتنا اليوم هي فتاة بدأت عشقها للرياضة وهي في عمر 13. إنها بطلة العالم وبطلة آسيا وبطلة الأولمبيات غادة شعاع. ولد غادة شعاع في عام 1973 بمدينة محردة السورية والتي تبعد عن دمشق ب 230 كيلومتر. شجعها أبوها ووالدتها لممارسة الرياضة وبدأت مسيرتها الرياضية في عام 84. طبعاً مارست عدة ألعاب منها كرة الطائرة واليد والسلة وصولاً إلى ألعاب القوى. كانت تمارس جميع الألعاب في آن واحد، وربما كان هذا التنوع في ممارسة أكثر من لعبة في آن واحد قد نمى قدرتها الخارقة في اختصاص وهو يعتبر الاختصاص الحديدي في أم الألعاب، مسابقة السباعي للسيدات. هذه المسابقة تعتمد على النتيجة بجمع نقاط 7 منافسات مختلفة الاختصاص في آن واحد. طبعاً تم اكتشاف بطلتنا غادة شعاع من قبل المدربين المحليين في البدايات في بلدها سوريا، وبالتالي تم إقناعها وإقناع أهلها بالتركيز على هذه الرياضة ألعاب القوى، بالرغم أنها في رياضة كرة السلة وصلت إلى مستوى عالي وأيضاً طلبت للاحتراف الخارجي، لكن حاولوا أن يركزون عليها في ألعاب القوى. لكن شو اللي خلاها تزيد قناعة في المشاركة في هذا النوع من الألعاب وهي اختصاص السباعي؟ طبعاً مشاركتها في بطولة الجمهورية السورية اللي أقيمت في حلب لألعاب القوى، حيث ذهبت إلى هناك وهي لا تزال تجهل نوعية مسابقة السباعي، حتى الاسم ما كانت تعرفه، وفازت في هذه البطولة وكان تحديداً في عام 91. بعد 91 شو اللي صار؟ انتبهت كل الأعين حول هذه الموهبة الجديدة والبداية الحقيقية لها بعدما أن انطلقت إلى بطولة آسيا وحققت الفضية. أيضا كانت في نفس هذه السنة بطولة العالم حاولت تشارك فيها في طوكيو ولكن ما حققت أي نتيجة وكانت في المركز 24. في الألعاب الأولمبية في 92 شاركت وحققت المركز 19 هناك. من هناك بدأت قصة الإرادة والصبر والتحمل والحلم الأولمبي. هذا الحلم هو بلوغ منصات التتويج الأولمبية. غادة شعاع عاشت فترات من التدريب صاحبتها العديد من التضحيات، ولم تحظى بحياة طبيعية كونها فتاة كسائر أقرانها من الفتيات، وكانت حياتها بين شقين فقط: التدريب التي تصل ساعاتها إلى 9 ساعات يومياً، وبين الشق الثاني الراحة والنوم، أي وهبت جل حياتها لتحقيق حلمها الأولمبي الذي تحقق في عام 96 بالألعاب الأولمبية بأتلانتا لتحقق المركز الأول والميدالية الذهبية وترفع علم بلدها سوريا في تاريخ الألعاب الأولمبية لأول مرة، ويعزف السلام الوطني هناك وأيضا للعرب، حيث هذا الاختصاص لم تسبقها أي فتاة عربية وأن نالت هذا الشرف. لم يأتي بعدها لحد هذا اليوم من يخلفها في هذا الميدان الصعب، لتلقب غادة شعاع بالمرأة الحديدية التي كسرت القيود لتبحر وتبهر العالم وتؤكد بأن المرأة العربية لها وجودها في أصعب الميادين الأولمبية.